والشباب عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على disturbance rejection. انا عملت start recording. disturbance rejection ده ببساطة شديدة احنا كل اللي كنا بنعمله كنا بنتيون ال PID controller ال RST. ان احنا كنا بنشوف بالبول بليسمنت نقول والله انا ديزايرد ريجوليشن داينامكس بتاعتي كذا، ديزايند تراكينج داينامكس بتاعتي كذا، فكنت بطلع الار والاس والتي بيزد على كده. طيب ده ما كانش اي كونسيدرنج اي روبستنس للسيستم او ان في ديستربنس سيجنال داخله على السيستم. خلينا ناخد مثال، احنا مثلا عندنا سيستم زي اللي احنا كنا بنشتغل بيه قبل كده، ده كان سوليوشن المسألة فاتت، هوريكو البارامترز بتاعتها. انا عملته with no disturbance. خلينا نركب disturbance شوية. هنا عندنا التراكينج داينامكس اللي هو تي، سوري بحاول ابين له كل هنا ده التي وده ستيب انبوت، او سوري ده الاي ام البي ام على الاي ام، وده التي اللي هو ايكوفالنت للبي اللي هي الريجوليشن داينامكس بتاعتنا. في انتجريتور في الكنترولر، وكان الاس كان في واحد على بي ستار، ان احنا كنا بنكنسل الستيبل زيروز اللي في السيستم، فهو السيستم كان فيه 0.1 زد في 0.2 اهو، ايه 0.2 زد في 0.1 هي هي بس عشان فرق الديلي. في هنا الار كانت استنتجناها برضو. تعالوا نسيميوليت السيستم وممكن كمان نقارن السيستم ده بالاكسبكتد اوتبوت. خلينا ممكن ناخدها على نفس السكوب. خلينا نخلي السكوب يبقى 2 input ports، ونخلي الانبوت بورت دي جايه من الاكسبكتد اوتبوت اللي هو البلانت يبقى فيه انترنال ديلي بون سامبل، كان البلانت جاست بيعمل ديلي ويمشي على التراكينج داينامكس بتاعته. لو عملنا سيميوليت شوف كده الفرق ما بين السيستم، وجود السيستم وعدم وجود السيستم اللي هو الأزرق، يعني احنا واخدين ايه كنترولر ظابط الايه السيستم على الشعر، الريجليشن بتاعه مظبوط جدا. بيديني عندي نفس يعني كأن كل الكلام ده مش موجود، جاست في الانترنال ديلي اللي احنا بنعرفش نشيلها من جوه البلانت، انما ايه هو بيمشي على التراكينج داينامكس اللي انا مديها له. طيب هل السيستم ده روبست؟ لو انا دخلت له ديستربنس هل هو روبست؟ هو ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اخد ال سوري اخد الديستربنس 0.1 هرتز وخلينا نسيميوليت كده. الازرق ده اللي هو الديزايرد والاصفر ده السيستم، لقيناه ان هو بيديني اوسيليشنز، معنى كده ان السيستم ده مش روبست خالص، مش بيعرف يريجكت الديستربنس فريكوينسز اللي بتخش له. فاحنا ازاي بقى نعمل الريجكشن ده؟ هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه النهارده. اول حاجه لازم نعرف حاجه اسمها السنسيتيفيتي فانكشنز بتاعه البلانت تو ديستربنس. اللي احنا نعرفه اللي هو البلانت ترانسفير فانكشن اللي ما بين الار والواي، ان اضرب الار في البلانت ترانسفير فانكشن يديني الواي، ودي السنسيتيفيتي فانكشن او الترانسفير فانكشن بتاعه الكلوزد لوب سيستم. انما انا هل ينفع يبقى عندي ترانسفير فانكشن ما بين ديستربنس بي والواي او ديستربنس بي واليو اللي هو الاوتبوت بتاع الكنترولر؟ احنا طبعا عندنا اتنين
نويز سورسز، واحد من الميجرمنت اللي هو بي ده مش هنتعامل معه خالص، والفي ده برضو جاي من الكنترولر ده برضو مش هنتعامل معه خالص، ادت بقى في الكونفرجن من الديجيتال دومين للانالوج دومين، فمش هنتعامل مع الاثنين نويز سورسز دول. احنا عايزين نخلي البلانت يبقى ريزيليانت تو بيرتربيشن اللي بيجي لي من الديستربنس. ففي ترانسفير فانكشن، انت طبعا يعني لو عايز تدرايف او تطلع السنسيتيفيتي فانكشن دي اتس اب تو يو، لكن هي جيفن بالنسبه لك. السنسيتيفيتي فانكشن للبي تو واي بيبقى الاي في الاس على الاي اس في البي ار، اوكي. انما بالنسبه للكنترول سيجنال بتبقى الاي في الار على الاي في الاس زائد البي في الار. الفرق بينهم ان انا بقول ان انا دلوقتي لما بدخل disturbance response واي هيتاثر ازاي، فبيتاثر بالترانسفير فانكشن دي. هنلاقي هما الاثنين نفس الايه، نفس الكاركترستيك ايكويشن، الايه في الاس زائد البي في الار، وده زي ايه الكاركترستيك ايكويشن بتاعتي كبالس ترانسفير فانكشن. يبقى انا هعمل نفس الريجيليشن داينامكس، ايه في اس زائد بي في R. انما هنا هلاقي ان انا في الاوتبوت بقى اللي هي الواي بقت النومريتور بتاعي اف اس، وفي في الكنترولر اوتبوت بتاعي بيبقى ايه في الار او نيجاتيف ايه في الار. ده فرق السنسيتيفيتي فانكشن بتاعتنا. فعندي جزء الزيروز بتاعته بيعتمد على الاس، وعندي الاذر ترانسفير فانكشن بيعتمد على الار. طيب ازاي الايفكت بتاع الديستربنس بيظهر عندي وطيره ازاي؟ ببساطه شديده لو رجعت للشكل ده، الواي بتساوي الاوتبوت بتاع البلانت زائد الديستربنس بتاع اللي داخل لي الساميتور بتاعي. طب الاوتبوت بتاع البلانت بيساوي ايه؟ الاوتبوت بتاع البلانت بيساوي البالس ترانسفير فانكشن، الكلوز لوب بالس ترانسفير فانكشن زائد الار اوف زد، صح ولا لا؟ مش دي الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بتاعتي، تمام؟ بضربها في الار اوف زد او الايه الريفرنس، فده يديني الريسبونس. ده قبل وجود الديستربنس. بوجود الديستربنس بضيف عليه الديستربنس بتاعي، بيتضرب في ايه؟ بيتضرب في نفس برضو الايه السيجنال بتاعتي اللي هي الايه البالس ترانسفير فانكشن. فايه فبالس ترانسفير فانكشن اوف زد في الريفرنس، والبالس ترانسفير فانكشن بتاع الديستربنس في الايه الديستربنس سيجنال. احنا عايزين نشيل الايفكت بتاع الايه الديستربنس دي اوف زد، مش عايزين ندخلها معانا خالص. فاحنا نقدر نقول ان هي بتبقى جايه لي في شكل ساين سيجنال اوف كي، فبتبقى ساين باوميجا ديستربنس في تي اس في الكي بلس الفيز بتاع، ممكن تبقى جايه بفيز. فلو عملنا ترانسفورميشن للسيجنال للزد دومين هتبقى اي نومريتور whatever نومريتور على 1 بلس كوزين اوميجا disturbance في تي اس في الزد باور نيجاتيف 1 بلس زد باور نيجاتيف 2. اللي فيكو كنا لما كنا بناخد الزد ترانسفورم كنا بنتكلم ان الترانسفورم بتاع الساين كان بيبقى second order transfer function، اوكي. طيب فايه اللي احنا هنعمله؟ هنضيف، احنا عايزين نطير ده، مش عايزين دي تبقى موجودة. فهنضيف عندنا elements في الكنترولر بتاعي سواء ال R او ال S. ال elements دي هتكون فيها filters HR و HS، وهقول لكم دلوقتي ايه الفايدة بتاعت كل واحد وايه الاضافة. فطبعا ال Bezout equation بتاعتي هتبقى F S زائد Q power negative D B في R equals ال P، تمام. واحنا طبعا اخر حاجة كنا ان احنا بناخد بنكنسل البي او الستيبل بولز ونحطها جوه الاس.
يعني بفكركم يعني اللي هي كنا شغالين بالبي ستار. طيب لذلك بقى مثلا في الاس واي بي، الاس واي بي اللي هي السنسيتيفيتي فانكشن ما بين الاوتبوت والبرتربيشن او الديستربنس بتاعي. ف الايكويشن بتاعتي او الترانسفير فانكشن اف اس على إيه؟ على اف اس زائد كيو بي في ار. فانا ده اصلا بساويه بالبي اوف كيو بار نيجاتيف 1 او بي اوف زد وات ايفر، تمام؟ فكده كده خلاص بظبط ايه الريجيليشن داينامكس بتاعتي. انما ايه اللي هيحصل هنا؟ هنا انا عايز اطير الايفكت اوف بيرتربيشن، عايز اطير الايفكت اوف بيرتربيشن عندي. اطيره ازاي بقى؟ ان انا اخلي الاس فيها كومبوننت تاني اسمه ايه اتش اس. الكومبوننت ده اللي هي اتش اس اوف زد ده المفروض ايكويفالنت للمقام بتاع الديستربنس، عشان لما يتضرب الديستربنس اللي هو الانبوت في السنسيتيفيتي فانكشن مش السنسيتيفيتي فانكشن، لما اروح اضرب الديستربنس تمام الديستربنس يطير مع الاتش اس، فمش هيبقى طالع عندي الايه الساين انبوت ده خالص. اوكي يعني انا عندي الشكل بتاع الترانسفير فانكشن دي ايه واي اوف زد على الديستربنس اوف زد. طيب الديستربنس دلوقتي المفروض عشان اطلع الواي اوف زد يبقى هضرب الايه الترانسفير فانكشن بتاعتي في الديستربنس اوف زد، وانا عارف الديستربنس اوف زد بتاعي المقام بتاعه 1 ماينس 2 كوزين اوميجا ديستربنس تي سامبلينج في زد باور نيجاتيف 1 زائد زد باور نيجاتيف 2. معنى كده ان انا لما اجي احط الديستربنس ده اللي هو المقام بتاعه اللي هو الكوساين، المفروض ان انا الاتش اوف اس اتش اس اوف زد دي تطير المقام ده بطريقة ما. فأنا هديزاين اتش اس اوف زد تطير لي الايه الجزء الساينسويديال اللي موجود في الديستربنس. نفس الكلام بالنسبة للسنسيتيفيتي فانكشن بتاعت الايه الكنترولر اوتبوت اللي هو يو، انا عايز اطير الدي اوف زد برضو. فبدل ما انا هحط الفلتر او الكومبوننت اللي بيطير الساين في الاس، لا هحطه في الار، هيبقى بارت اوف ار. خلي بالك ان الاي ده ما اقدرش اغير فيه، لكن الاس والار دول بارتس ماي كنترولر اقدر اغير فيهم، فا اتس اوكي ان انا اضيف عليهم جزء. وخلي بالك انت هتضيف الجزء اللي هو الاتش اس او الاتش ار، فانت هترفع الايه الاوردر بتاع الاس او الاوردر بتاع الار، فهتغير عدد الانونز، ف هتظبط بقى ايه المساله بتاعتك زي ما كنا بنحلها. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لو اللي جاي، لو الديستربنس اللي جاي ده ستيب، فانت عارف ان الستيب عباره عن ايه 1 على 1 ماينس زد تو ذا باور نيجاتيف 1، فاللي انا عايز اطيره ايه اللي هو 1 ماينس زد تو ذا باور نيجاتيف 1، فهقوم ضارب في ايه 1 ماينس زد باور نيجاتيف 1. ده لو الديستربنس بتاعك زد. هتقول لي يا باشمهندس طب ما انا عارف الموضوع ده، عارفه منين؟ انك اصلا كنت بتحط وذين الاس بتاعتك انتجريتور. الانتجريتور ده يعمل ايه؟ شوف انت فهمت الانتجريتور دلوقتي دوره ان هو لو ديستربنس جالك بصوره ستيب هيطيره لك، مش هيخلي الديستربنس ده يظهر عندك. وده اللي كنا بنعمله قبل كده، حتى برضو انت في الجي او اي اللي انت شغال عليه في الاساينمنت، انت اصلا بتضيف الموضوع ده، مش انت بتحط لي بيرتربيشن بيجي عند تايم 50 سكندز مثلا وتحط لي كده ان في ستيب ديستربنس بيجي عند التايم ده، فنشوف الايه البيرتربيشن اللي بيحصل ازاي. طيب او ان انا الساينسويديال ديستربنس، يعني انا عندي الديستربنس بتاعي جاي من ساين سيجنال. اوكي فالساين سيجنال ده المفروض ان هو بيبقى المقام بتاعه سكند اوردر زي اللي احنا كنا عايزين ان احنا نطيره اللي هو 1 ماينس 2 كوزين اوميجا تي زائد في زد باور نيجاتيف 1 زائد زد باور نيجاتيف 2.
اوكي. يبقى انا عايز ان انا احط البارت ده ال HS ده as a port من الكنترولر اللي هو S. يعني احنا لو رجعنا للسيميليشن اللي كنا عاملينه في الماتلاب، انا عندي ايه، ادي ال R وادي ال S اللي هو كان عبارة عن just integrator و B star. تعالوا كده نجيب step ونحطها، دي step disturbance. تعالوا ناخد ال step هنا، نغير ال step time نخليه عند 20. اوكي، ده زي اللي كنا بنعمله قبل كده يعني، ما بس جوست بس ان انا عايز اوريكو الافكت هيبقى عامل ازاي. ده الريسبونس، بس دخول الستيب بوظ الدنيا. المفروض ان احنا عندنا انتجريتور يحمي من القصة دي. I'm not sure هو كان هنلاقي برضو اكيد نفس الريسبونس يعني، بس I'm not sure. هو برضو كان بيبوظ كديستربنس. دي انا فاكر ان انا كنت عملت لها سيميوليشن، بس whatever يعني، whatever، نبقى نشوف حلها ايه. بس يعني الشاهد في الموضوع ان احنا عايزين نضيف HS جديدة او component من ال S controller، من ال S part of the controller، يديني ال ايه، ال rejection لل sinusoidal disturbance. نفس الكلام برضو، ما هو ال R، ما لو في sinusoidal disturbance فهيبقى ال R في اللي هو ال second order part اللي هو ايه، الفلتر. اوكي، طبعا في حالة خاصة ان انا لو هبلوك frequency of half sampling frequency، فانا هحط 1 plus q power negative 1 power n. ال n ده بقى يبقى 1 او 2 depends انت عايز تظبط الايه، الاوردر بتاعك ايه. بس احنا الكونسرن بتاعنا ايه، في sinusoidal ايه signal. حتى بتجيلك المسألة يكلمك على الايه، sinusoidal signal. فهيبقى الفلتر بتاعي او الامبوزنج فلتر اللي انا بحطه اللي هو ايه، هيبقى السكند اوردر ده. فهيبقى البلس ترانسفير فانكشن بتاعت بوجود الديستربنس بتساوي الاتش اوف زد في الايه، البلس ترانسفير فانكشن. يعني انا هنا هتلاقيني ايه، الاتش اوف زد لما تضرب في الديستربنس هتطير الديستربنس ويرجع البلس ترانسفير فانكشن داش اللي هو نفس الايه، البلس ترانسفير فانكشن بتاعي، ولا كان في اي افكت لوجود البيرتربيشن فريكوانسي بتاعي. بالنسبه لنا يبقى احنا بننكلود الايه، السكند اوردر في النوميريتور بتاع ايذر الاس واي بي او الاس يو بي عشان ايه، نجت البولينوميالز كانسلد. ذا ريزلت ان تايم دومين وي سي ايه، ان ذا امبلس ريسبونس اوف ذا ديستربنس بولس ترانسفير فانكشن ويزاوت ذا فلتر بيبقى كويكلي سيتلز تو زيرو. يعني انا بس عايز هايلايت ايه، ان او دي النوميريتور ال اف اس جارانتيز ذات ايه، ان الديزاين بتاعي هيوصل للسيتلينج بوينت من غير اي مشاكل، وده الريجليشن بتاعي. مساله هي نفس الارقام بالظبط، حتى ايه لو قريت كده هنلاقي 0.2 0.1 دي اللي هي البي، و 1.3 0.42. تمام بالظبط كده. maybe ان هنا
كانت مختلفة الأرقام. هل أنا كنت عدلتها؟ 0.2 و0.1. او بوينت تو او بوينت ون هيبقوا الاتنين في زد باور نيجاتيف تو، فالاو بوينت تو هتبقى هو لازم البيت يكون ستيبل صح؟ ما هي لو البي انست فيها انستيبل زيروز فاحنا هنكيب البي، لكن احنا بنطير الايه الستيبل بولز بتاعت البي. يبقى عشان كده، لان ال 0.2 لازم الكوفيشن بتاع الزد يكون اكبر من الكوفيشن بتاع البي 1. فانا بس بفتكر هي يعني هل هي كانت كده ولا انا عدلت فيها حاجه، ان برضو سيمز ادي البي ستار اهي، خليها سيميليت ان غالبا انا بوظتها مثلا، او لا برضو ستيل فيها مشكلة. شكلي بعد ما كنت حلتها وكانت ظابطة بوظت حاجة فيها يعني. تي والار والاس ده كان حل مهندس أيمن، كان حله بإيده وقتها لما كنا عملنا الديمو ده. الاس فعلا بزيرو والار سكند اوردر، عشان انا عندي الاي سكند والانتجريتور يبقى كده ثيرد، وعندي الناحية التانية زد باور نيجاتيف 1 اللي هو اللي هو بقية البي، عشان انا هاخد البي مع الاس، فهي بقية البي اللي هي زد باور نيجاتيف 1، ان البي اصلا ايه زد باور نيجاتيف 1 في 0.2 زد في 0.2 بلس 0.1 زد باور نيجاتيف 1. اوكي، فده بقية البي. وفي الار فالمفروض ان ده كده ثيرد اوردر، فهيبقى الار سكند اوردر، فهيبقى في 3 انونس في الار، وعندي 3 equations ان هو ايه ال equation بتاعتي third order. حلناها طبعا بالماتلاب، عشان زي ما دكتور شريف اتفق معاكو مش هسيبك تقعد تحل ايه 3 equations في 3 unknowns، فالدنيا هتعك معاك. ففي الاخر ال R كانت 0.9259. هل بقى كان هل انا غيرت في ال values دي؟ لا، دي ال R one point two three three و point four two، وال S عبارة عن integrator صح كده، ادي integrator اهو، في ال B واحد على ال B star اللي هو 0.2 0.1 مظبوط تمام، وال T اللي هو اللي عندي ال P او ال desired regulation dynamics 1.3741 0.4867، والـ A على الـ M دي it's okay. لو لغينا الـ disturbance هيبقى بالتعديل اللي أنا عملته ده في الـ plant هو المفروض ده مظبوطين على بعض. I designed صح، بس بقى ايه adding a disturbance ده خمسين وده 100، بس أظن يعني مش هيفرق يعني. بس هو سؤال بس، حضرتك بتعدل على الستيب مش متوصلة بحاجة. ما انا هوصلها دلوقتي تمام اوكي. متقلقش يعني. برضو في
مش مظبوط الريسبونس بتاع الاكشوال بلانت. كنترولر QID. طيب مش ده الكونسرن بتاعنا دلوقتي. انا اللي ايه ضفت الستيب ده سايسين كنا كنت جربتها وكانت تمام يعني، لكن هي لكن لما بنحطها على نو ديستربنس بالمنظر ده نلاقي الريسبونس مظبوط على الشعرة، ولما نحطها في وجود ال perturbation frequency 0.1 هرتز هنلاقي الريسبونس في ايه حتى هتلاقي الساين ويف بتاعتك طالعه معاك في الايه بنفس الفريكوانسي ال 0.1، السيستم بيرسبوند بنفس الفريكوانسي بالظبط. فاحنا عايزين يريجكت كليرلي كده كاننا بنحط فلتر يريجكت ايه الفريكوانسي دي. فالحل هنا ان احنا هنعمل ايه سوري فالحل هنا ان احنا هنبليس فلتر. هو عايز يعمل ايه؟ اول سؤال هنا for the plant in problem 1 design RST controller with same tracking and regulation to reject the 0.1 sinusoidal disturbance from the control signal. عايز اشيل ال 0.1 sin signal من ال control signal. لو بصيت كده على ال control signal هتلاقيه imposing ايه الفريكوينسيز دي عمال يؤسليت مع الايه مع ال 0.1. فاحنا عايزين نخلي الكنترولر ما يبقاش في الكلام ده، ان ده consuming جدا للباور بتاعه السيستم بتاعتي. فنقدر احط فلتر هيريجكت الايه الفريكوينسيز دي. طيب فانا الديزاين بتاعي هيبقى ان انا احط الفلتر في الار مش في الاس، فهيبقى اتش ار. فهغير الاوردر بتاع الار بتاعي عشان احط فلتر على الكنترولر يخلي الكنترولر ما يتاثرش بالايه الفريكوانسز اللي موجوده عندي في البرتربيشن. فأحسب الحسبة بتاعتي ببساطة، أنا عندي الأوميجا ديستربنس وعندي الـ TS، فهيبقى الـ HR بتاعتي 1 minus 1.6 Z power negative 1 plus Z power negative 2. ده كده إيه الـ HR بتاعي. وبرضو ما ننساش إن إحنا نكنسل إيه الـ Stable Plant 0، فهيبقى عندي الـ AS زائد Z power negative 1 في R equals الـ A الـ P بتاعتي. المفروض بقى الـ Orders بتاعتي هتبقى عاملة زي أدي الـ A Second Order تمام، في Integrator عشان الـ A أصلاً ما فيش جواه Integrator. الـ S داش دي اللي هي الـ S بتاعتي اللي أنا يعني أنا مش هضيف هنا فلتر في الـ S خالص، بس هي بعد ما اخلص هضرب الاس بعد كده في البي ستار اللي هي الستيبل زيروز عندي equal z power negative 1 في الفلتر بتاعي اللي هو الاتش ار ده الاتش ار في الار. طيب الاوردرز بتاعتي عامله ازاي بقى؟ هنا second في first يبقى third order. خلي الاس على جنب وانا عندي الناحيه الثانيه هيبقى ايه first في second هيبقى third order برضو. طيب third order و third order يعني انت ال S و ال R ممكن ما تستخدمهمش وهيبقى ايه just الموضوع going ب zero order ال S و zero order بال R، بس انت كده لغيت الregulation بتاعهم وانت في الاخر ما تقدرش تساوي معادلة، يعني انت عمر المعادلة دي ما هتساوي الـ P اللي هي البولينوميال بتاع regulation dynamics صح ولا لا؟ ان دي coefficient ثابتة مفيش اي variable يعدل الـ values دي بحيث انها تتساوى مع الـ A مع الـ P. فما ينفعش احط الاوردر بتاع الـ S بـ 0 ولا الاوردر بتاع الـ R بـ 0. طيب هيبقى الحل ايه؟ ان انا احط الاوردر بتاع الـ S بـ 1. لو حطيت الاوردر بتاع الـ S بـ 1 هيبقى عندي كام variable في الـ S؟ هيبقى 1 variable، والR هيبقى
لو حطيته first order برضو هيبقى two variables. عندي three unknowns في كم equation. انا لما هحط ال s first order وال r first order هيبقى fourth order, four equations و three unknowns. يبقى ما ينفعش, يبقى خلي ال s ايه second order وال r second order. in this case لما خلي ال s second order هيبقى عندي two unknowns في ال s و three unknowns في ال r, وهيبقى عندي fifth order فيبقى ايه five equations قدام five unknowns. يبقى عندي ال s ايه second order وال R second order. بص لما حطينا الفلتر احنا عمرنا ما كنا نقول ان ال S يوصل ان هو يبقى second order, لكن لما ضفنا الفلتر الموضوع ايه الكنترولر كبر مننا الاوردر بتاعه, فده هيكلفني computation اعلى في الكنترولر. ده طبعا ايه لو عايز تحلها بالماتلاب فدي البيزوت ماتريكس تمام, وهتطلع ال S داش والR داش اللي هتجمع بقى على الS بعد كده اللي هو ايه. بص الS عبارة عن ايه, ادي البي ستار وادي الانتجريتور وادي السكند اوردر اللي احنا طلعناه تمام, والR بتاعتي هتبقى الH R والايه السكند اوردر R اللي احنا طلعناه, والT هتبقى equals ايه الP زي ما كنا قلنا قبل كده ان احنا عايزين ايه التراكينج داينامكس بتاعتي تكنسل الايه البولز. ف كده انا هتلاقي الريسبونس بتاعي هيشيل فعلا ديستربنس تمام, هتلاقي جاي فيه ديستربنس ظاهر, لكن الديستربنس ده كانسلد في الكنترولر. وبرضو ايه انا كنت عامل الديمو على الماتلاب هوفولي ما كنش بوسط برضو. ادي هنا الدم كنت شايله فيه هو ال SUP ال SUP صح 0.1 0.2 كده هنا مظبوط, وادي ال 0.2 ادي الاس عباره عن ايه واحد على بي ستار والانتجريتور والاس داش اللي انا طلعتها, برضو هنا الار عباره عن الاتش ار اوف زد والار بتاعتي تمام. هنا بس كنت عامل سيميليشن اقارن ما بين كان البلانت عباره عن ديلي هي زي ديزايرد يعني تمام, مدخل هنا الديستربنس خلينا سيميوليت. بص الكنترول سيجنال ما فيهاش اي ديستربنس, انما الاوتبوت بتاعي هيكون المفروض الاوتبوت انكلودنج ديستربنس, المفروض الاوتبوت يكون انكلودنج ديستربنس. انا حطيت الفلتر جوست على ما غيرناش حاجة هنا, ده برضو عشان تفاليديت ان الفلتر يعني ده الفلتر اللي انت عملته ديزاين اللي هو ال HR وادي ال sinusoidal signal, فلو عايز تفاليديت انك الفلتر ما حصل يعني بيكنسل اوت الاوسيليشنز فانت ايه ادي الـ input frequency وادي الفلتر وادي الـ output بتاعتك بتcancel out الـ oscillations totally okay. فده اثبات يعني ان انا الفلتر cancelling out this specific oscillation يعني, لكن I think ممكن نخلي الفلتر يتأخر عشان ما يجيش انا مش فاكر صراحة كنا نأخر الفلتر ازاي. اوكي طيب خلينا بس نخش على اللي بعدها برضو ازاي ان احنا نحمي بقى الريسبونس من الـ perturbation frequencies بتاعتنا.
فده نفس البلانت بتاعتنا بالظبط ونفس الريجوليشن داينامكس ونفس التراكينج داينامكس بتاعتنا. احنا بقى ايه المطلوب هنا؟ ان ايه ريجكت 0.1 هرتز sinusoidal disturbance from the plant output signal فهي الايه الاس واي بي هنشتغل على اس واي بي. فهنحط الفلتر فين؟ بدل ما نحطه في الار هنحطه في الاس. فهنا الـ HS هتبقى هي نفس الـ HR اللي حسبناها قبل كده. فاكرين حسبنا الـ HR؟ ما هي نفس الـ equation بالظبط، أنا بستخدم نفس الـ equation بس إيه ضفت هنا الفلتر في الـ S. طبعا هيبقى حجم الـ S بتاعك لما نحط إيه الـ Bezout equation هيبقى إيه، أدي الـ A وأدي الـ integrator وأدي الـ إيه الـ HS، بعد كده إيه plus z power negative 1 في ال r plus z power negative 1 في ال r. تمام كده؟ طيب ال r مطلوب انها تبقى الاوردر بتاعها قد ايه؟ actually انت عندك هنا second و second و first، يبقى ايه fifth order. ف fifth order وانا عندي هنا ال s ممكن احطها zero order، فهيبقى ال r مطلوب انها تبقى كام؟ تبقى fourth order. fourth order في عشان مضروبة في الـ Z power negative 1 اللي هو الـ inherent delay اللي موجود في الـ system. فـ fourth order R يعني كم unknown؟ R0, R1, R2, R3, R4 5 unknowns، وعندي كم equation؟ أنا عندي fifth order equation فيبقى 5 unknowns، فيبقى الـ S order فعلا يبقى بزيرو. فهيبقى الـ S order بزيرو كأنها يعني الـ S dash equals 1 صح، يعني اي حاجه تضرب في 1 بنفس الحاجه. فالاس عباره عن الايه الانتجريتور والفلتر وكمان الايه البي ستار. فلو حلناها باستخدام الماتلاب هتبقى الار بالمنظر ده 1 2 3 4 5 اي كوفيشنتس، والاس عباره عن ادي البي ستار وادي الانتجريتور وادي الايه الفلتر، والتي اللي هي التراكينج هتبقى بالمنظر ده. تعالوا كده ان امبلمنت ال الديمو بتاعه. شوفوا الار اهي ايه فورث اوردر، وادي الفلتر بتاعي الاتش اس وادي الانتجريتور. طبعا ايه هو نفس الفكره الاتش اس، حتى هنا ما كناش ظبطنا الانوتيشن في اتش ار، المفروض يبقى اتش اس. فالمفروض برضو ادي ايه وجود الديستربنس بتاعي، خلينا نرن ديستربنس 0.1 هرتز. ده كده ايه شكل الاوتبوت بتاعي. قعدنا تقريبا كنا ايه لعبت في اللاين ويتس وكده. ده الريسبونس بتاع السيستم. طبعا في الاول كده احساس البرتربيشن ظهر وبعد كده ايه كانسلد اوت في الستيدي ستيت، فمفيش اي وجود للبرتربيشن. نشوف الكنترولر ريسبونس. الكنترولر ريسبونس شايف طالع فيه ازاي الايه البرتربيشن بتاعك موجود. انت عملت كانسلنج للبرتربيشن في الريسبونس بس ما عملتش كانسلنج للبرتربيشن في الكنترولر، فهيفضل موجود عندك في الكنترولر. الكنترولر عمال بيفيز اوت الايه البرتربيشن بال 0.1 ساين سيجنال. فده ببساطه شديده امبوزنج الايه الديستربنس عن طريق ان انا بحط فلترز اتش ار او اتش اس. وزي ما اتفقنا الاتش ار لو انا عايز اكنسل اوت imposed disturbance على الـ controller signal، والـ HS لو أنا عايز أكنسل out الـ disturbance على الـ output signal بتاعتي.
سيكشن النهارده بسيط يعني ومبني على كل اللي فات. زي ما قلت لكم اول مره لما اتكلمنا على الار اس تي كنترولر، لو انت ما كنتش لاقط حاجه في الار اس تي كنترولر فانت هيبقى عندك مشكله في انك تكمل معنا بقيه الترم. احنا خلاص خلصنا كده ايه النهارده الار اس تي مع بعض، كده انتهى الكلام عن الديجيتال بي اي دي، مش هنتكلم عنه تاني. هو ان شاء الله المره الجايه اللي هو بكره ان شاء الله دكتور شريف هيديكم الستيت سبيس ريبريزنتيشن والستيت سبيس كنترولر ديزاين. والستيت سبيس ده عامه ابروتش مهم جدا في الموديلنج، مش كنترول، ده هو مبدا الستيت سبيس في الموديلنج. مش عارف اي دونت ثينك انكم يعني تعرضتم للستيت سبيس قبل كده، صح كده ولا حد فيكم شايف الستيت سبيس؟ تعرض هو كان السنه اللي فاتت في الـ في الاوتوماتيك كنترول كان صح طلب دكتور مننا. محمد بيغطيه. دكتور لا هو ما غطاهوش، هو ما غطاش معانا، هو طلب مننا كبوينت كده في ريبورت ريسيرش مع نفسنا. عامه ان شاء الله هنتكلم عنه يوم الاربعاء ان شاء الله مع السكشن الطبيعي بتاعنا. اعتذر ان انا لغيت السكشن الاسبوع اللي فات، كنت مشغول شويه. فان شاء الله يعني ايه ده ابروش مهم بالذات السيستمز اللي هي مالتي انبوت مالتي اوتبوت. انت لو واخد بالك احنا شغالين على سيستمز كلها سنجل انبوت سنجل اوتبوت تسمى سيسو، والمالتي انبوت مالتي اوتبوت بتسمى ايه الميمو ام اي ام او. تمام. فانت في الاغلب السيستمز بتاعتك تبقى مالتي انبوت مالتي اوتبوت. انجن العربيه هو مش جاست الثروتل انجل بتاعت الثروتل فالف والار بي ام، لا ده انت بتدي له الثروتل انجل، بتدي له الميكشر كواليتي اللي هو ما بين الاير تو فيول ريشيو، بتدي له التمبريتشر بتاعت الانبوت اير، بتدي له حاجات كتير. والاوتبوت مش جاست ار بي ام، ده فيه تورك مثلا. فانت ازاي تكونسيدر الستيتس اللي موجوده جوه السيستم ده في الكنترول بتاعك، وازاي الحاجات دي تبقى ممكن تبقى انبوت ممكن تبقى اوتبوت ممكن تبقى انهيرنت ستيتس، وازاي بتوبزرف الستيتس دي من الترانسفر فانكشن ازاي، وانت من غير مثلا ما يبقى عندك تورك سنسور بيقيس التورك بتاع العربيه بتوبزرف التورك ده، فانت بتحط اوبزرفر مثلا. فالكلام ده مش هنتكلم عليه كتير قوي. الاوبزرفر ديزاين ده يعني هو ليه ابروتش زي كنترولر ديزاين بالظبط. انت بتحط في اللوب كده بتقول لي انا هحط اوبزرفر ديزاين هنا بحيث ان انا باستخدام الستيت سبيس موديل بتاع السيستم اقدر ان انا اطلع ايه الاوبزرفر فاليو ات اني تايم من غير ما يكون عندك سنسور يقيس الايه الفاريبل ده. فان شاء الله يعني بدايه من بكره بقى هنحكي في الستيت سبيس، هيبقى جوست محاضره واحده ان شاء الله الدكتور هيشتغل عليها بكره، والاسبوع اللي بعده هنحل مسائل الامتحانات قديمه مكان المحاضره ان شاء الله. كان عمر قال لي انكم عندكم اسئله بخصوص الاساينمنت، صح ولا لا؟ يعني هو كان في كم سؤال بس عندي بخصوص الاساينمنتس، يعني موضوع الاوكسيلري بولز في الاوكسيلري بول لما انا دورت كان في الايكويشن مكتوبه في الريفرنس مكتوبه في السلايدز ان هي كانت الالفا 1. غلط 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 غلط. الباور نيجاتيف 2 ده تايبو. تمام ده تايب. ان هي بالطريقه دي مش هتديك 2 اوكسيلري بولز، دي هتديك 3 اوكسيلري. انا قلت برضو لانها مش هتطلع تو ذا باور 4 يعني. لا 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 دي تايبو دي. طيب الايكويشنز اللي احنا هنستخدمها المفروض علشان نبلوت التمبلتس يعني انا دورت فيها بس يعني هو كاتب مثلا للجين مارجن، كاتب للفيز مارجن، مش كاتب حاجه للديلي مارجن، او الديلي مارجن بالنسبه لي ما كانتش واضحه الايكويشن بتاعته ايه. هو الدكتور اظن عايز الجين مارجن، هو اللي يفرق معايا، هو اللي هيبقى بيخص الايه ريسبونس اكتر يعني، ده اللي بيلمس مع ريسبونس الجين مارجن. فاظن هو يعني مش عايز كل التمبلتس تظهر، صح كده؟ هو اللي كان مرسوم اعتقد كان تقريبا الديلي مارجن كان هو اللي بيفرق. هو الابر ده انا ناسي والله يعني. فانت مش لاقي له ايكويشن تعبر عنه، صح؟
هو الدكتور قال يعني it's your assignment يعني بيقول احنا ادينا لكم كل equations من الريفرنس انتوا بقى دوروا فمش لاقي خالص انت. طيب I'll check مع الدكتور يعني شوف. سواء هو كان اخليه برضو ارجع كده لل هو انتوا عندكم المرجع ان كان معتز بعت لي بيقول لي يا باشمهندس ارفع لنا المرجع لقيته 70 ميجا فانتوا عندكم المرجع شيرد عندكم صح كده؟ هو انا لقيته كان مرفوع على درايف السنه اللي فاتت. الابر روبوستن ستمبلت هي ما كانتش هنا في شابتر 2 كان هو قايل ان هو رسمها. هي دي واللي تحت واللي تحت مش عارف هم دول ايه بالظبط يعني هل ده الجين انا والله مش متذكر الدكتور كتبها لكم في السلايدز. ده حاجه حلوه هو ده الدرايف بتاع الدكتور مش عارف هو عمل ابديت للسلايد ان هو حطها في سلايدز السنه دي اول مره. وبالنسبة بس انا كنت عايز لو في حاجة اقدر ان اتأكد بيها ان يعني لما انا احط البول بليسمنت السيستم بتاعي ده كده صح ولا لا لما احط ريسبونس يعني تمام يعني هو الكلام ده الفكرة ان هو ممكن هيبان معايا في الفريكوانسي ريسبونس لما اجي بلوت السنسيتيفيتي فانكشنز بس في الستيب اللي انا اللي بعرضه او في الكنترول سيجنال المفروض ان هو هيبان معايا ازاي لما انا اضيف اوكسيلري فيوز. انت يعني ايه الغلط اللي انت خايف منه؟ يعني انا المفروض ان هو الاكزيلري بولز لما الدكتور شرحها كان باينه في السنسيتيفيتي فانكشنز ان انا عندي الاس يو بي بلاقي ان هي بتطلع لي اقل بتعمل لي اتينويشن لما باجي عند الهايست فريكوانسيز وفي في الاس واي بي كانت بتعمل لي يعني كانت بتبقى بتعمل لي اتينويشن برضو عند يعني لو انا مدخل باوميجا نود معينه لو انا حطيت اوكسيلري بولز فهي كانت بتعمل لي اتينويشن اكتر ليها بس فالفكره ان انا مثلا الكلام ده لو انا بقى عايز اشوف لو حاجه زي دي هبان على مثلا الستيب ريسبونس اللي انا برسمه مع التايم المفروض هيبان فين؟ لا مش هيبان في الستيب ريسبونس يبان في الفريكوينسي ريسبونس مش هيبان في التايم دومين يبان فريكوينسي. يعني ده كده معناه ان التسليمتين اللي هم جم في الاخر دول المفروض يعتبروا حاجه واحده بالظبط بالظبط. ماشي الدكتور ما عملش ابديت للمحاضرات هنا على الدرايف فمش قدامي التمبلت. مش قدامي التمبلت بس ممكن نرجع للمحاضرة وممكن تسألوه بكرة عن السلايدز عشان تكونفيرم الموضوع ده كده كده ما تقلقش على الديدلاين. ما هو ده اصلا ده assignment تاني صح كده. هو ما تحطش لسه هو الدكتور حطه على ال LMS ولا ما هي كل حطوش؟ حاجة اتحطت على ال LMS امتى الديدلاين بتاعه؟ لسه هو 16 لسه تقريبا او 15 طيب قبل الفاينلز يعني. ادي وجود الاكزيلري بولز لا مش هتظهر تاني في المرجع مش هتكلم عنها تاني.
وانا لما شفتها هي كانت مرسومه في شابتر 2، يعني هو كان كاتبها، وكان كاتب ان ده كان اللي فوق كان الموديلس مارجن واللي تحت كان الديلي مارجن، بس انا ما كنتش متاكد من الحاجات دي. Let for the lean margin. طيب ارجع تشيك المحاضرة برضو، شوف الريكويرمنت بتاع الدكتور اللي قاله صراحة كان ايه. تمام. طيب هل في حاجة كده في الـ في الكنترول عايزين تسألوا فيها؟ ننقل امبيدد بقى. هو انا لو عايز احل بقى يعني اعمل ايه؟ احنا حلينا اهو مسألة. لا هي مع دي نفسي بقى المسائل انت. الافيلابل، هي دي المسائل الافيلابل اللي زي ما اتفقنا. الفكرة في المسألة دايما هتلاقيك انك بتملى جاست تيبل بالانونز وبالايكويشنز، فاهم؟ وتقول بس انا، وتقول الاسم. يعني مثلا هقول لك على حاجة، يعني احنا لسه حلينها، لو جيت دكتور قال لك اكتب لي الاس، هيبقى صعب تكتبها له؟ انت عارف الاس كويس وعارف التي، ممكن الار بس تقول انها جاست ايه 5 انونز حاجه زي كده، هي خلاص انت تقدر تحسبها دايركت، صح ولا لا؟ تمام، تمام. معاك البي ستار ومعاك ال وانتجريتور وال ففي حاجات اللي هو هيطلبها منك تعملها، انت مش هتحل ايه ايكويشنز في بعض، تمام كده؟ هتبقى جاست انك ايه بتستيت ادي الاس عباره عن كذا في كذا، خلاص انت فاهم، ده انديكيشن ايه انك فاهم، تمام؟ هو بس انت لازم تعرف تفرق ما بين الريكويرمنتس بتاعته هنا. مثلا ده عايز الفلتر يتحط في الاوتبوت يبقى اتش اس، لو عايز يتحط في الكنترولر يبقى اتش ار كده يعني. اوكي تمام اوكي. هو لو في حل للفاينل السنة اللي فاتت يبقى ما عظيم هنحله قوي، بقى لو في الأسبوع اللي بعد الجاي. تمام اوكي. صح ماشي شكرا. مش غالبا مش السنة اللي فاتت بس، يعني هناخد كذا فاينل يعني يا ريت. إن شاء الله. تمام كده. تاخدوا بريك ربع ساعة كده وندخل على الإمبيدد. ماشي تمام. أوكي، نعمل نقفل بس، نعمل ستوب ريكوردينج.